معاك الرئيس. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة قناة معك الرئيس. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نعرفوا الطريقة ديال صناعة ادوات باش غادي نتمكنوا اننا نخرجوا الرطالة من الغار ديالها. بطبيعة الحال كيتباعوا عند الدراري كيبيعوا الادوات ديال الصيد، ولكن ما فيها باش نتعلموا نصيبوهم باش ما نطيحوش في البان. غادي نبداو ان شاء الله بالطريقة ديال صناعة الغنجو، من بعد ندوزوا للكراشة ان شاء الله، وندوزوا حتى للمشاي اللي تقريبا فحال فحال هو الكراشة. غادي نصيبوا غنجو جديد ان شاء الله بهذا لينوكس. هذا لينوكس ديال الخمسة، لي بيسور ديالو ديال الخمسة. خديناه لبرا تقريبا فيها 400 درهم، خديناها ب 55 درهم. يعني هنا كان واحد جوج ولا ثلاثة صحاب باغيين يصايبو شي غنجة، تقام عليهم رخيصة وزوينة وبيضة. واليوم غنشوفو الطريقة ان شاء الله باش غادي نمطيو ونعوجو ان شاء الله باش يعطينا غنجة زوين. هذا سوبل او ميم طو ريجيد، سوبل او ميم طو قاصح، زعما حيت لينوكس ماتيغ شوية قاصحة ماشي بحال الحديد. نحاولو نصيبو شي غانجو زوين ان شاء الله، كل مليح وبالحصيلة ان شاء الله. نرجع ليكم بالحصيلة ان شاء الله، بقاو معانا ونشوفو التمضي ديالو. النصيحة الوحيدة اللي نقول ليكم، هادشي اللي بغا يقرب ليه من الاحسن يدير معدات الحماية. انا مولف كنخدم بهذا الشيء، ولكن ما ننصح حتى شي واحد يخدم ديريكتومون بهاد لاميلوز، حيت لا قدر الله تقدر تخلق شي مشكل. كما كنشوفوا ولا بهذا الشكل هذا مضينا ومخبينا حنا هاد لابياس. هادي فيها الثقب هادي هي بياس ديال الحديد صحيحة. غنخشيو دابا الراس هاكا وغادي نبداو نعوجو ان شاء الله. ها هو الشكل الاول، هذا هو الشكل الاول اللي خرج لينا. غنساليو وغادي نزيدو دورة من هنا من الفوق لهنايا. نحاول نديرها غير باش تكون حاشا شوية. هي اللي كتكون في الاخر اللي كنا باغيين نصايبو هي هادي، او الشكل ديالها من قدام كيفاش داير. من بعد ما دوزنا الغانجو دابا غادي نشوفو الكراشة والمشاي هما اللي بقاو لينا. بالنسبه للكراشة غنحتاجو طرف ديال العود صغير، هذا العود ديال الكراطة قطعناه واحد العبار ديال 10 سنتيم. غنحتاجو هاد الفيس هذا، وغادي نحتاجو صنينة صغار ديال الخمسة. بالنسبة للمشاي الكبير غادي نحتاجو عود ديال الكراطة طويل شوية، و هو غادي نديرو فيه نفس الخدمة، غير هو صنالة ديال المشاي كيكون كبر شوية من هاد صنالة ديال الكراشة. كمرحلة أولية كنحاولو نديرو شوية ديال الكولا، الكولا ديال السخون هادي كدير درهم عند دروكي. نسخنو بريكة ونحطو هادي باش نبوانتيو بلايص ديال السنانر ديالنا ونحطوهم بهاد الطريقة هادي، باش ملي نبداو نزيرو بالخيط ميطيروش ليتو السنانر. من بعد ما كملنا هذه هاد الصنينة راه تعمرت فيكسيرو،
اول حاجه كما قلنا كنبداو بها الكولا كنديروها كنفيكسيو على هاد السنين هاد التيكيت فيكسا وكنزيدو ندورو بهاد الخيط هذا كنحاولو ندورو مزير. دابا جات الوقيته اللي غادي نديرو فيها الفيكساسيون ديالها منين غادي نديرو السبيب ديالنا وفين غادي نديرو التقالات ديالنا اللي هما هاد. بالنسبة لهاد التقالات هادو راه كيتباعو عند مولين الصنارة ديال الشباك. بالنسبة للفيكساسيون غادي نديرو هاد المسامير هذا اللي كيكون عند دروكري بهاد الشكل هذا كنديرو فيه هاد التقالة ديال كتجي الكراشة ديالنا بهاد الشكل هذا كنديرو فيها هنا واحد لاستيك على حساب السردين باش ملي نديرو السردين ندورو عليه لاستيك ونفيكسيو. وهنايا كيكون السبيب اللي غادي نلوحو به اولا القنبة. دابا دزنا المشاي كبير هذا هو العود الكبير ديال الكرادة فيكسينا فيه هاد الصنانة باش نعاودو نبداو خدامين بهاد الخيط هذا فيكساسيون بحال هاد الصنانة ديال الكراشة بقاو معانا. بالنسبة للطريقة كنديرو بحال الحزمة تقريبا ديال الصنارة هنا كنجيبو هاد الراس اللي داير كنجيبوه فوق الصنانة كنفيكسيو بالصبع ديالنا وكنشدو الخيط اللي طويل الطرف اللي طويل اللي عندنا وكنخليو واحد الطريف اللي قصير هنا كنشدو الطرف اللي طويل وكنبداو ندورو من هنا غادي كندورو وكنكرزو مزيان. كنشدو هذا اللي خلينا الفوق ندخلو منو الخيط في هذا الشكل هذا باش ملي غادي نجرو هذا الخيط يهبط لداخل يتخبى هنا الوسط هذا غادي يكون مخبي هنا ومعمر هذا الحيط هكذا ما غادي تحل لينا. كنضربو حتى هو بلاصتو وهاو المشاي ديالنا موجود. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب فعل الجرس باش يوصلك الجديد.